لا تقتصر على الحزم في تطبيق القانون فقط، بل على إشراك أكبر قدر من أطراف الحياة السياسية والمجتمع المدني وممثلي القوى الاقتصادية والاجتماعية في صياغة ملامح هذه المقاربة. أما بخصوص ما جد من أحداث أخيرة في شارع الحبيب بورقيبة، فنحن ندعو السيد وزير الداخلية إلى فتح تحقيق في كل التجاوزات التي صارت، وخاصة وأننا لاحظنا ظهور ظاهرة خطيرة ألا وهي ظاهرة الميليشيات التي كانت إلى جانب الأجهزة الأمنية. لذلك ندعو السيد وزير الداخلية إلى مزيد من اليقظة والمثابرة لحل هذا اللغز الذي حير جميع التونسيين. سيد الرئيس، أن ظاهرة الميليشيات ظاهرة غريبة عن المشهد والشارع التونسي ما بعد الثورة، ونحن نرفضها رفضا قاطعا مهما كانت التجاذبات السياسية والتصدي للمظاهرات المرخص فيها أو الغير المرخص فيها شأن يخص الجهاز الأمني وحده. كما نطالب وزارة الداخلية أثناء تعاملها مع المظاهرات الشعبية بأن يرتدي جميع أعوان الأمن الزي النظامي أو إشارة تدل على انتمائهم للأمن. وشكرا. بارك الله فيك.